ازيكم على اخباركم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معكم ميدو حسين وفيديو جديد. وبما انه فيديو جديد عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده، انزل اعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني، وتابعنا على الانستغرام لان انا بنزل صور هناك. يعني مش عايز اقول لك، خش انت شوفها واديني راي، وانضم للجروب بتاعنا على فيسبوك. الجروب ده تقدر تنشر عليه اي فيديو بيوجع لك مرارتك واحنا هنقوم بالواجب، بس بلاش اي واحد يخش يشقط بين، هيتعمل لك بلوك وهيتسيح لك وهيبقى شكلك وحش من الاخر يعني. فخلينا كويسين مع بعض كده، خش يعني ارفع الفيديوهات اللي انت عايزها وخلاص. ولو حابب تتابعني على الفيسبوك بتاعي فهتلاقي كل حاجه عامه في الديسكريبشن تحت. وبالمناسبه الفيديو اللي انا قلت لكم عليه اللي انا عامله انا وتوتا، الفيديو نزل بقاله حوالي يومين ثلاثه، لو انت ما شفتوش خش شوف، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن اللي هو صندوق الوصف وفي اول كومنت. او معلش يعني عشان نسيب، بس لو انتوا حابين اعمل فيديو يعني مع توتا برده قولوا لي فكره، يعني انا مش عارف اعمل ايه. طيب قولوا لي فكره اعملها مع توتا بس كده، ده لو انتوا حابين تشوفوها في فيديو ثاني بس على القناه الثانيه. ونخش بقى في اول فيديو. بيشو ما بيضربش بنار. امال بيشو بيضرب بايه؟ بيشو بيضرب بدماغه. اضرب يا بيشو. ايه يا اسطى انت بتفكرني الكلب اللي بيقعد على التابلو بتاع العربيه ويقعد يعمل الحركه اللي انت بتعملها دي؟ والله لماذا نحن هنا؟ هو نفس حركات الكلب، ولكن انتوا بتحبوا الكلب اكتر. ده اول فيديو، مش عايزين نطول عشان المراره. الفيديو بقى اللي بعده. ببلاش الحركات دي يا جماعه، بلاش. والمشكله ان في يعني في شباب بتتفرج عليا، فبلاش تخدشي حياء الشباب دي. بعتذر طبعا للشباب على هذه المشاهد او هذه الايحاءات. بعدين انت كده كده عايز اصلا الحاجات دي، هتقول لي الفيديو اللي بعده. الله، انا شايف ريحه فراوله. هو انا مش هركز في اي حاجه وهسيب لكم انتوا التعليق، يعني بعيدا عن الروج وعن الواد وعن ال كملي. ده روج عبيط. روج؟ اه. وريحته زي طعمه؟ اه. تحب تجرب؟ اه. الله عليك يا طهرة، هو ده الكلام بقى، تخش تجرب عملي على طول، تشوف الروج نظري تجربه عملي. كملي يا طهرة. اه. تحب تجرب؟ اه. انا شفت في اخلاقك، شفت. الله، طعمه حلو قوي. انت غبي يا ابني. انت هي بتقول لك تحب تجرب، فانت قلت لها اه، تقوم جاي الله ده حلو قوي. هو ده اخرك في التجربه العمليه؟ انت ما انتش نافع يا اسطى. الفيديو اللي بعده. انا محتاج غيب وبتعبان. ملك يا اخويا ليه ارفع؟ زهقان من غدرك يا زمان. هو الفيديو شايفه حزين وكل حاجه، بس انا فكرتي عن الناس اللي بتطلع بالطريقه ديت وتعيط وتبكي في فيديو وحاجات زي كده. ايه بتعيط وتبكي؟ هي ايه؟ ما علينا يعني، ما تاخدوش على كلامي لان الفيديو ده اتصور مرتين اصلا. واكتشفت في الاخر بعد ما خلصت الفيديو ان الوصله بتاعه المايك باظت. فبالتالي ما طلعش صوت في الفيديو اصلا، فروحت جبت وصله ورجعت، يعني حوار كبير. فانزل اعمل لايك وشير بقى يعني. ايه صاحبك خانك ما هو غلطان زي ما حطك يوم. المهم يعني كنت بتكلم اللي هو نظرتي للناس اللي بتطلع تعيط في الفيديو، بس مش كلهم طبعا، معظم الناس اللي بتطلع تعيط في الفيديو زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت، يعني بحسهم اللي هو قاعد بيخرط في بصل فعينيه دمعي، فالحقوني بالكاميرا بسرعه، لازم اصور اللقطه دي نظرتي عنهم والله. بس مش كلهم طبعا، لان كنت في مره وانا قاعد انا لسه هحكي، بس كلمتين بجد يعني. ايا كان ايه اللي بتعيطي عليه، اعتقد ما يستاهلش انك تطلعي تقللي من نفسك ومن كرامتك وتعيطي قدام الناس كلها بفيديو، ودي حتى الفيديو ده قدوه ليكي. الفيديو اللي بعده. قلبي يدق 3 دقات. قلبك دق بايه؟ قلبي يدق 3 دقات. انت حاسس بايه طيب؟ يعني اشرح لي بس وانا اشخص حالتك. انت يا بنت ست البنات. انت يا ست ايه اللي انت بتعمله ده يا اسطى؟ مانجا يا سكرايا. وبعدين معلش يعني انت ما اتكلمتش ولا حركت بقك حتى، انت كل الموضوع بتعمل بالاشاره، يعني لغه جسديه فقط في الفيديو. انت عامل الفيديو ده لصم البك، مع احترامنا الكامل ليهم طبعا، بس يعني ايه يا ابني المغزى من الام بالفيديو؟ ده انتوا هتجننونا قريب اقسم بالله. الفيديو اللي بعده. هعمل لكم سحر، ادخل لكم الطوبه دي في الازاز. هعمل لكم سحر، ادخل لكم الطوبه دي في الازاز. الله عليك يا ولد، كمل. ادخل لكم الطوبه دي في الازاز وهي مقفوله. وهي مقفوله كمان؟ ده انت ساحر موزمبيقي بقى. بس اعملوا لكم تبع. اه بصوا. الله عليك، يعني انا عايز اقوم والله من العظمه اللي انت عملتها، بس انا لابس بوكسر مش هينفع اقوم. ما شاء الله عليك يا ابني، كمل. كلنا ضدك والله.
شايفينها يا جدعان، دخلتها جوه اهي وهي مقفوله اهي. يلا عملوا لكم تبع، يلا عملوا لكم تبع. كل واحد يعني احلى حاجه في التيك توك ده ما بيعترضش على حاجه انت بتنزلها، اللي هو عندك موهبه قشطه اعرضها، مش هنقول لك لا عادي، ما بيحبش يزعل حد والله، بس ده بيجي عليا انا بخساره بقى يعني. المراره دي حاسس ان انا هستأصلها قريب والله، ده هيبقى فيه مراره وكبد و... بصوا يعني الواحد ممكن يعمل عمره جديده اصلا لنفسه. الفيديو اللي بعد ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا في ايه يا بنتي؟ هي الشطافه جابت ميه ساقعه في ال... ايه اللي حصل؟ الاهات دي مش طبيعيه. مساكم لون قلوبكم يلي انتم السلكي. انا بعتذر طبعا عن اللي انا قلته من شويه، انا كنت فاكر فعلا انت في الحمام والشطافه جابت ميه ساقعه. ما علينا من هذا الفيديو، في فيديو تاني بقى يعني انا شفته بالصدفه كده، مش فاكر كانت هي اللي منزلاه ولا حد بعته، فنشوفه بقى. بسم ابص لمين وانا لابس دبلس ست الناس؟ ايه يا جماعه دي مراتي؟ ايه ده يا في ايه؟ هو انت عامله ميك اب فين يا بنت؟ انت لو عامله ميك اب عند ام سماح اللي جنبنا دهيت مش هيطلع بالفظاعه دي. انا مش برتاح غير وانا مرمي في حضنها. ايه الدنيا لو ضلمت شويه بس عليكي يعني الواحد مش عارف هيشوف ايه اصلا. يعني بصوا يعني تخيل لو دخلت بيتك مثلا ولقيت واحده ظهرت لك بالطريقه دي. يا جماعه دي مرات انا مش مرتاح غير وانا مرمي في حضنها. ايه هو في ايه يا بنت؟ فكري ان في اطفال بتتفرج عليكي برضه. يعني العين مع الرموش والله شكلها يخوف، مش شكلها جذاب خالص. يعني مثلا العين والرموش دي تجذبي بيهم مثلا حيوان معدي، شيطان متخفي. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يعني، بس انا مش قصدي والله. يعني انت فعلا مش هتجذبي لنفسك غير الحاجات دي. الفيديو اللي بعده. السلام عليكم. حاج متولي انت شبه جارنا بالظبط. انا رجعت لكم من تاني والرقصه دي. رجعت لكم من تاني والرقصه دي؟ طب انت كنت فين عشان ترجع لنا وايه علاقه الرقص بالرجوع؟ بس قشطه ماشي ماشي يا حبايبي اللي وحشوني. هوب هوب في رايح فين؟ الكلسون هيبان يا حاج، لو مش خايف على الكلسون خاف على اللباس اللي تحته. كمل كمل ماشي. هوب هوب الموضوع كبر، في ايه يا حاج؟ انت هتلاعب بطنك علينا كمان؟ كمل ماشي. شلح كمان كمان. الله عليك. يا سنه بيضا يا جدعان، فين عيال اهالي الناس دي؟ يعني دخلت تروح تشتكي لواحد تقول له على فكره ابوك مهزق نفسه على التيك توك وعمال يرقص وبيشلح في الجلابيه، تخيل يبقى رد فعل الواد ايه؟ يعني يقول له ماشي انا هروح اقدمه، وبتقول علينا جيل البايظ. مع احترامي طبعا للحاج وللاجيال دي كلها، بس يعني ماشي. الفيديو اللي بعده. هات لي صحتك وهنزل اعمل ايه يا دي؟ في ايه يا ابني الورمه انت؟ في ايه؟ انت مجنون يا ابني؟ هات لي ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ اعتبرني لابس السماعه في ودني ولا حاجه واسمع القذورات اللي انت بتقولها دي. ماشي 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 كمل. انا بكيتك بتقول اما انت بكتبتك ما تخلعشي اخلعشي. اسفخس على امي، ده صوت رن تليفوني. انت بتحزق ليه؟ هو انت قاعد على قعده الحمام دلوقتي؟ ايه علاقه الحزقان بالاغاني؟ انت فاهم الموضوع غلط خالص. يا حبيبتي انا عارفك هتصوني. مين دي اللي هتحبك وتصونك؟ دي تبقى اعمى القلب والنظر، ما تشوف لك اغنيه غير دي يا ابني. وبعدين انت لا تنفع مغني ولا تنفع حتى رقاص، ده احنا مستحملينك كبني ادم بالعافيه. طب يا جماعه والى هنا وصلنا لنهايه المراره، وبالتالي طبعا وصلنا لنهايه الفيديو، بس انتوا عارفين يعني لازم نختم بحاجه تنظف لنا المراره اللي اتبهدلت دي، وكالعاده بقى تعالوا ننظف مرارتنا بالفيديو ده. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قران، املا قلبي قران. وبس يا جماعه كده وصلت لحلقه الفيديو، استاذ شاعر لايك شير سبسكرايب، اهم حاجه تعمل سبسكرايب، يا ريت تشترك في القناه عشان خلاص داخلين على 300,000 سبسكرايب، ولو حابب تشوف الوش ده تاني ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، سلام.